شوف كده قلب في الظرف كان في حاجه كده ولا كده. الله ده بعد 300 يورو. ايوه ايوه حبيبي يا اخويا يا حبيبي يا ابني. وحيد اللي جيب عند السلامه يا رب يا حبيبي. يا ستي ما تزهقناش. اقرا يا عم اقرا. ايوه حاضر 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 يا حبيبي يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. امي الحبيبه الغاليه اللي ست الناس ام عوض. ايوه نعم يا اخويا. وحشاني يما وليل نهار يا ام عوض بفكر فيكي. ايوه وراجع لك قريب ان شاء الله يا رب. كمل كمل. واذا كنت يعني طولت في الغياب باين فانا ببوس ايدك وراسك ايوه واي حاجه وبطلب بطلب منك السماح. مسامحاك. ايوه مسامحاك والنبي يعوض. والنبي كل شويه النبي قد ما يغضب عليك. مسامحاك يا اخويا والنبي ما ازعل منك ابدا مهما عملت يا اخويا. ما ازعلش منك. استهدي بالله ما ازعلش انا منك. لا لا حاضر حاضر حاضر. وقد وقد ايوه مستحيل تقولها. انت تقول ده ايه يعني؟ وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ان لا تلاقيا. الله سلام عليك سلام. الله الله. تعالوا بقى يا اولاد اوريكم انا جايب لكم ايه في الشنط. تعال تعال يلا حبيبي. هات الجواب يا اخويا. تابوا الفلوس. خد هات هات. ايوه ايوه سلام عليك. تعالوا يا اولاد يلا جايب لك البلاي ستيشن يا ولد. بلاي ستيشن انت ادي عاشور جايب لك الوي دي ولا اسمها ايه؟ الف بركة. تعال يا بركة. تعال يا الف بركة. دل على سلامتي يا ابو سالم. دل على سلامتي. انت الغرابي. خد يا ام عوض ادي الفلوس وادي الجواب. رمضان ايه؟ انت قريت الجواب ده قبل ما تفتحه؟ يعني مش قريته بمعنى القرايه بس اني معاشر عوض ابنك زي ما انت عارفه فممكن اتوقع لما يكتب يعني يكتب بأني اسلوب يعني. ايه الجواب ده؟ ما فيهوش ريحة عوض ابني. مين اللي كتب؟ انت قاعد يا اللي راكب البطة. كلمني بلا بطة بلا وز. اصل بركب البط ببلدني. كلمني زي ما بكلمك. اسمع هنا مين اللي كتب الجواب ده؟ شوف يا حبيبي انا عارفة ان انت طيب وابن حلال وعايز ترضيني بأي طريقة بس لازم تعرف ان انا ام وقلب الام بيحس واقدر اعرف كل شيء من غير ما حد يقول لي. الجواب ده ما فيهوش ريحه عوض ابني. لا خد يا حبيبي الحسنه اللي انت اديتها لي انا مش محتاجاها الحمد لله. شوف حد خير يكون محتاجها اكتر مني. خد يا حبيبي. اسمعي يا ام عوض هما كلمتين واسمعيهم كويس قوي. قعدتك لوحدك دي ما تنفعش. إذا كان ابنك بيتصرمح في الغربة والله أعلم بظروفه ومش سائل فيكي ولا في حد إحنا لا يمكن نسيبك تقعدي لوحدك هيرتي وكوتي في نفسك. اللي حاسس في نفسي يعني لو حصل لي حاجة ولا موت مين اللي هيدفني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت بتقدري ليه القضاء قبل وقوعه؟ بقول لك إيه؟ لمي الهلهلتين والحاجات بتاعتك وهتيجي معايا. أجي معاك في إيه؟ في داري هتعيشي معايا وأمي بتحبك والعيال يفرحوا بيكي واللقمة الهنية تكفي ميها يا أم عوض. يا ابني أنت ناقصني ده أنت عندك حمل قد كده شايله على ظهرك ناقصني أنا كمان تشيلني على ظهرك. يا ستي ربك هو اللي بيرزق. هما كلمتين. أنا رايح المدرسة عندي حصتين أخلصهم وأجي أخدك من إيدك تعيشي عندي في داري وعظيم يمين ما في كلام تاني. وفرفشي كده وصلي على النبي كلنا اولادك. اللهم صل وسلم عليك يا نبي يا رب. يا اختي حلوه فرفشي كده. ايوه تحكي يا ام عوض. الله يخرب بيتك. اللهم صل وسلم عليك يا نبي.